طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. في المواقع المحلية مهرب يعمل في الحدود اليمنية السعودية، الهاربون الجدد موظفون انقطعت مرتباتهم وشباب يريدون الزواج. الانتقال يمنع موظفي وزارة الإعلام من أداء عملهم في عدن. موقع البي بي سي يتحدث عن أول مدينة طبعت الكتاب قبل مئات السنين. أهلا بكم. هناك عشرات اليمنيين الذين يذهبون إلى الحدود مع السعودية لغرض غير القتال، ورغم القتال الشديد هناك إلا أن هدفهم مختلف تماما، فهم يريدون أمرا آخر. وفقا لموقع المشاهد نت، الحدود اليمنية السعودية عبور مكلف لليمنيين إلى جيزان من المتسللين عبر حدود الموت الذين يريدون الوصول إلى المملكة. 40 صالح النجدي من محافظة ريمة الذي باع ما تبقى من مجوهرات زوجته لكي يتمكن من السفر نحو محافظة صعدة ومن ثم إلى السعودية كما يقول لي المشاهد، مضيفا أنه قرر دخول السعودية عن طريق التهريب علّه يجد فرصة عمل هناك تساعده على جني المال وإعالة أسرته المكونة من 7 أفراد في اليمن. وتبدأ رحلة التهريب من منطقة الثابت مشيا على الأقدام ليلا ولمدة 2 يومين متتاليين، كون الطريق الجبلية الشاهقة التي يسلكها المهربون إلى السعودية شديدة الوعورة. بعد تجاوز النجدي ومعه 10 يمنيون آخرين الحدود السعودية عند الفجر، وصلوا إلى إحدى القرى السعودية، وهناك أدخلهم المهرب منزلا تابعا لإحدى المهربين من الجانب السعودي للراحة حتى حلول الليل قبل أن يواصلوا رحلتهم إلى محافظة جيزان السعودية. لكن دوريات الشرطة السعودية باشرتهم بالنار، وأصيب أحد المتسللين وقبض على الآخرين، ومن ثم تم ترحيلهم إلى منفذ الوديعة. وفقا للموقع، يصل عدد اليمنيين الذين يتم تهريبهم من منطقة الثابت في صعدة إلى السعودية إلى 300 شخص يوميا، وقد يزيد العدد أحيانا. وقال أحد المهربين الذين يعملون في الحدود اليمنية السعودية إن معظم من يقوم بتهريبهم هم من فئة الشباب الذين يطمحون أن يكسبوا المال من أجل أن يتزوجوا ويمتلكوا السيارات والعقارات كأقرانهم الذين سبقوهم، بالإضافة إلى شريحة الموظفين الحكوميين الذين انقطعت رواتبهم وباتت أحوالهم المعيشية سيئة. وقال المهرب وقال مات العديد ممن كنت أعمل على تهريبهم إلى السعودية. هناك من توفي بلدغات الثعابين والعقارب أو سقوط من شواهق الجبال أو بنوبات قلبية مفاجئة تحدث لهم أو بطلقات نارية من قناصة حرس الحدود السعودية أو جماعة الحوثي. كشف مقطع فيديو عثر عليه مؤخرا في تلفون مسلح حوثي عن قيام الميليشيا الحوثية بتفجير مدارس وخزانات مياه في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وعنوان موقع الصحونت: بالفيديو اعترافات لعناصر حوثية بتفجير مدارس وخزانات مياه في حجة. وقال الموقع إن أفراد القوات الحكومية في المنطقة العسكرية 5 عثروا على المقطع داخل هاتف أحد عناصر ميليشيا الحوثي الذين قضوا خلال المواجهات التي شهدتها جبهات القتال بمحافظة حجة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. وفي المقطع يظهر خبير متفجرات حوثي يدعى أبو حسين أثناء محاولته تفجير عبوة ناسفة عن بعد، كما يظهر اعتراف آخر بقيامه بتفجير مدارس وخزانات مياه، كما يظهر في المقطع أيضا الذي تم العثور عليه في إحدى جبهات القتال شمال غرب حجة عنصر حوثي وهو يناقش 2 من عناصر الجماعة عن تفجير العبوات الناسفة عن بعد بواسطة جهاز لاسلكي. وفي الفيديو شخص آخر يشرح كيف قام بتفجير مدارس وخزانات مياه، وهو ما يثبت تورط الجماعة في تفخيخ منشآت مدنية وتفجيرها. وعمدت الميليشيا خلال معركها مع القوات الحكومية إلى تفخيخ المدارس والجسور وخزانات المياه لمنع تقدم القوات الحكومية وحرمان سكان تلك المناطق من الخدمات الأساسية بعد مغادرة الميليشيا. اليمن بين انقلابين وطرفي التحالف،
وطن يرقص مذبوحا. تحت هذا العنوان كتب عبد الوهاب العمراني مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا: تحركات الدبلوماسية السعودية مع المبعوث الأممي لليمن والتواصل مع سلطنة عمان التي يتواجد بها خلية دائمة لميليشيا الحوثي، ونشاط محموم في أروقة الأمم المتحدة وفي مجمل السياسة الدولية فيما يخص الأمر بمفردة إنهاء الحرب في اليمن وفق رؤية طرفي الانقلاب وطرفي التحالف في آن واحد. بعد أكثر من 5 سنوات من سقوط صنعاء وأسر حكومة الشرعية وتجذر الحوثي وتدمير كل مقدرات الدولة اليمنية بسقوط أكثر من 100,000 قتيل وعشرات آلاف من الجرحى والأسرى حسب إحصائيات الصحة العالمية، وتشرذم اليمن وتهجير أكثر من 2,000,000 داخل اليمن ونحو 1,000,000 آخرين خارج اليمن، وفي النتيجة يهللون لدور حوثي في رسم مستقبل اليمن تماماً مثل معاملة التحالف رموز الانقلاب المستحدث في المحافظات الجنوبية. قبل توقيع الاتفاق الأخير في الرياض كان الطرف الأقوى يمنياً مقصوراً على ميليشيا الحوثي، ومؤخراً بدأ يتنافس مع قرينه الانقلاب المستحدث المدعوم إماراتياً وسعودياً في آن واحد. وبداهة فالاتفاق أو الاختلاف حول تشكيل حكومة مفترضة مسألة سياسية تحدث حتى في الحالات الاعتيادية التي لا تشهد فيها الدولة حرباً داخلية، وتحدث حتى في الديمقراطيات المستقرة وتحت سقف الدولة التي يقر بسلطتها الجميع. أما حالة الصراع في اليمن فالمشكلة سيادية داخلية وليست كما يصورها طرفا الانقلاب بعلاقتها بالآخر، حيث ينبغي بداهة أن تحضر الدولة أولاً وتعود كمؤسسة سيادية يقر بسلطتها كل الأطراف. أما الميليشيا الانقلابية سواء في صنعاء أو الانقلاب المستحدث في عدن كلاهما يسعيان لشرعنة انقلابهم، وهذا من المؤكد لن يتم، وإن تم فهو ترحيل للصراع من أجل حرب تلد أخرى. لو فتحت أمام الإنسان صفحات الغيب لتجنب اليمني الزج بنفسه في كليات التربية تفادياً للوضع الكارثي الذي يعيشه المعلم اليوم، وفقاً لموقع قناة بلقيس والذي عنوان: المعلم اليمني من بان إلى مضطهد رغم الضجة والاحترام الذي حظي به في يومه العالمي الشهر الماضي، إلا أنه يتوارى خجلاً من سوء الوضع، والسخرية تتجلى بقوله: أنا من بان إلى مضطهد. وبينما يبرر كثيرون تدهور معيشة المعلم اليمني بالظروف الطارئة التي تعيشها البلاد، إلا أن أحد المعلمين يقول: معاناة المعلم ليست كمعاناة باقي اليمنيين، لأن انهيار النظام التعليمي الأهم في البلاد على وشك، ويرتبط إنقاذ النظام بنجدة المعلم أولا. ويضيف المعلم: عشت كريما معززا عندما كنت أستلم راتب الشهري بشكل منتظم، وكان لي دوري الذي يتجسد حقيقة في تربية وتعليم أبناء الطلاب. وبحسرة يقول: كنت من الشخصيات الاجتماعية المرموقة في قريتي، وأشعر باحترام الجميع لي عندما يعلمون أني معلم. تخيل أن كل شيء ينقلب فجأة رأسا على عقب، وينفر الجميع من حولك بسبب ظروفك المعيشية. ويضيف: لقد أثر انقطاع الراتب علي بشكل كبير، لأني لا أجيد مهنا أخرى، وكنت أعتمد على الراتب لتسيير أمور حياتي بدرجة أساسية. كنت أقدس التعليم لأنه مهنة الأنبياء، ولم أتوقع يوما قط أنها ستكون سببا لما نحن عليه اليوم. قال نائب وزير الإعلام حسين باسليم إن حراسات مبنى مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة منعت موظفي الوزارة من الدخول لمكاتبهم لأداء أعمالهم. وأضاف باسليم في مذكرة رسمية رفعها لوزير الإعلام إن ما جرى يعد تحديا سافرا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي واتفاق الرياض، وأشار إلى أن توجيه موظفي ديوان وزارة الإعلام لمبنى الوزارة لأداء مهامهم جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بعودة وتفعيل أداء كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية من العاصمة المؤقتة عدن. ويأتي هذا التجاوز من قبل ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا ضمن سلسلة من التجاوزات التي تشير إلى أن طريق تنفيذ اتفاق الرياض سيكون محفوفا بالكثير من التجاوزات من قبل المجلس الانتقالي في ظل ضعف موقف الحكومة الشرعية. نظريتان للديمقراطية تحت هذا العنوان كتب
مايكل ويلتون مقاله المعاد نشره في الغد مضيفا: الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة معقدة للغاية وتعددية للغاية وبيروقراطية للغاية، بحيث لا تسمح لهذا النوع من مدخلات المواطنين بالعمل. ومع ذلك فإن هذه الثيمة تردد أصداء أطروحات النقاد الأمريكيين في أوائل القرن العشرين مثل والتر ليبمان، الذي أعلن نهاية المواطن النشط في عالم أصبح الآن شديد التعقيد، بحيث أصبح الخبراء وحدهم هم القادرون على حل المسائل كلها لنا. ومن جانبه يعتقد أنجوس بأن هناك أسباباً وجيهة للقلق بشأن الحالة الراهنة للديمقراطية التمثيلية في المجتمعات الرأسمالية، ناهيك عن جحافل الآخرين الذين يتنكبون ظهور مواطنيهم ويقبضون على العنان. إن قيم المستهلك الشراء من دون استشارة أحد ومشاهدة العروض العامة والارتفاع الكبير في التسويق والإعلان قد انسربت وتوغلت في تكوين تفكيرنا بشأن المواطنة، وقد أصبحنا نستسلم بسهولة لفكرة أن المواطنة هي مجرد شكل من أشكال الاستهلاكية. ببساطة، وحدي أختار منتجي، ولدى تجميعها معاً يحدد مجموعة الخيارات الفردية قيمة المنتج. تتجلى فكرة تراجع الجمهور الشهيرة التي أعلنها هامبرماس في أوائل الستينيات في ميلنا إلى تفضيل المنظمات البيروقراطية واستراتيجيات التسويق والعروض العامة والترفيه الجماعي. ومع ذلك ليست هذه التطورات الأخيرة سوى ميول ونزعات. ويشجعنا أنجوس على بسط الديمقراطية وتوسيعها إلى عوالم الشركات، الأعمال والبيروقراطيات الحكومية والحكومات البلدية، وهذه مهمة ملحة وعاجلة. إننا نحن الأبناء الذين تعرضوا بكثافة للتنوير، ونحن نرى أنفسنا كأشخاص مستقلين يقررون لأنفسهم، ونحن نعلم أنه لا يوجد أي أساس واضح لطلب التوجيه من أحد في عملية صنع القرار. ومعاً يجب أن نستخدم هذه المبادئ الخمسة للتوصل إلى قرارات تخدم مصلحة جميع المواطنين. من نحن؟ أناس لديهم قدرات عقلية ووكلاء أخلاقيون. عميقاً في نفوسنا حفر ميراثنا المستنير مكاناً له واستقر. لا نريد أن يترأس أحد علينا ويخبرنا بما يجب القيام به. من الوقت يجب أن يتحكم بنا المترأسون وتكبل رؤوسنا ونؤمر بالجلوس في الزاوية والتزام الهدوء. من الإنديبندنت أونلاين نشرت مقالا تحليليا للكاتب المختص بأمور الشرق الأوسط باتريك كوبرين بعنوان: كيف تسيطر الميليشيات المدعومة إيرانيا على العراق؟ طهران لديها دوما خطة. ويقول كوبرين إن الميليشيات المدعومة من إيران تطلق الرصاص على المحتجين العراقيين لمحاولة إبعادهم عن قلب العاصمة بغداد. ويضيف كوبرين أن المظاهرات هي أيضا أكبر أزمة تواجهها النخبة السياسية في العراق منذ اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لأجزاء كبيرة من البلاد والسيطرة عليها. ويوضح كوبرين أن التهديد للنظام السياسي القائم في العراق من المظاهرات أقوى من تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، لأن التنظيم كان يشكل تهديدا خاصة للشيعة الذين لم يجدوا مفرا من مساندة جهود النخبة السياسية الرامية للتصدي للتنظيم بغض النظر عن مدى كفاءتهم أو نزاهتهم. أما هذه المرة فالمعادلة مختلفة. ويقارن كوبرين بين أسلوب التصدي للمتظاهرين العراقيين الآن والأسلوب المختلف لمواجهتهم عندما اجتاحوا المنطقة الخضراء عام 2016 أو مظاهرات البصرة عام 2018، والتي لم تستخدم فيها الحكومة هذا القدر من القوة لفض المظاهرات. ويعتبر كوبرين أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ومنظر السياسة الإقليمية لإيران على حد وصفه هو من يقود جهود التصدي للمظاهرات هذه المرة عبر الاستخدام المفرط والممنهج للقوة. ويخلص كوبرين إلى أن النخبة السياسية في العراق قررت التصدي للمظاهرات بكل الطرق الممكنة للحفاظ على مصالحها، مشيرا إلى أن استمرار المظاهرات في الشوارع العراقية حتى الآن يجعل كل شيء ممكنا في ظل وجود هذا النظام السياسي الفاسد والحكومة الفاشلة. 40 عاما من الهوس بإيران، تحت هذا العنوان كتب دانييل بنجامين وستيفن سايمون مقالهما المشهور في مجلة فورين أفيرز، وجاء في بعض من فقراته: في أواخر العام 1979 اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا موظفيها الأمريكيين كرهائن
مما دفع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وسرعان ما أصبحت المصالح الأمريكية والإيرانية تتصادم في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفي العام 1980 قام العراق بمهاجمة إيران. وبعد صد هذا الهجوم الأولي قامت إيران في العام 1982 بغزو العراق بهدف الإطاحة بصدام ونشر الثورة الإسلامية، وهو ما أثار مخاوف الولايات المتحدة من صعود الهيمنة الإيرانية في الخليج. وفي العام 1983 بعد أن تحولت مهمة حفظ سلام أمريكية في لبنان إلى تدخل يدعم الحكومة المسيحية في البلاد، دعمت إيران وسوريا الميليشيات الشيعية اللبنانية التي هاجمت الدبلوماسيين والعسكريين وضباط المخابرات الأمريكيين. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة التي خشيت أن يؤدي انتصار عراقي إلى دفع إيران نحو الاتحاد السوفيتي طلباً للمساعدة، بذلت جهوداً خلال منتصف الثمانينيات لدعم طهران في الحرب الإيرانية العراقية. ألقت واشنطن بحلول أواخر الثمانينيات بعد الكشف عن فضيحة إيران كونترا التي هزت إدارة ريغان بدعمها الحاسم خلف بغداد. بحلول أوائل التسعينيات كانت الولايات المتحدة قد وضعت نفسها في مأزق. شعرت واشنطن أنه يتعين عليها قمع طموحات كل من إيران والعراق إلى أجل غير مسمى، بدلاً من استخدام إحداهما لموازنة الأخرى. لكن هذه السياسة أثبتت أنها غير مستدامة. فبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنظام صدام في العام 2003، تركت مع عدو واحد، إيران، وإنما من دون وجود شريك محلي لاحتوائه. وفي الوقت نفسه أقنع الغزو الأمريكي للعراق القادة الإيرانيين الذين أصبحوا الآن في مواجهة القوات الأمريكية على الحدود الأفغانية والحدود العراقية بأن ينتهزوا الفرصة لجعل الولايات المتحدة تنزف عن طريق إرسال العبوات المتفجرة الفتاكة إلى الميليشيات الشيعية العراقية، مما تسبب في المزيد من تدهور العلاقات بين البلدين. على الرغم من أنه يشار إلى ألمانيا غالباً على أنها مهد الطباعة في العالم، فإن جمهورية البندقية كانت صاحبة الفضل في إعطاء هذه الصناعة الدفعة الأكبر، وعنون موقع البي بي سي. تعرف على المدينة التي دشنت طباعة الكتب في العالم. تقول فيدريكا بيني ديتي التي تعمل في إحدى أقدم المكتبات العامة بإيطاليا إن سمات وخصائص البندقية أدت إلى حدوث تطور استثنائي في هذا المجال منذ أن وصل إلى تلك البقعة من العالم في عام 1469. وأوضحت أن هذه المدينة الساحلية كانت تشكل القوة البحرية الرئيسية في البحر المتوسط باعتبار أنها مثلت مركز شبكة كثيفة للعلاقات التجارية مع القوى الأوروبية وغير الأوروبية الكبرى، وجلب إليها التجار والصناع المهرة رؤوس الأموال والابتكارات التكنولوجية. وفي ظل توافر المواد الخام وظروف التبادل التجاري المواتية، تمتعت البندقية بوضع مثالي فيما يتعلق بقدرتها على تلبية حجم الطلب المرتفع على المواد المطبوعة سواء من باقي أنحاء أوروبا أو من مناطق أخرى في العالم. يقول أوبلي: جاء العاملون في مجال الطباعة إلى هنا لأننا كنا ننعم بحرية الصحافة. فالبندقية كانت جمهورية خلال القرون الوسطى وعصر النهضة، وكانت تخضع لسلطة سيد إقطاعي. وفي القرن السادس عشر شرف عدد العاملين في مجال الطباعة في البندقية إلى 250، وهو ما أسفر عن طبع 25,000 كتاب، وجعل البندقية العاصمة الفعلية لعالم النشر في أوروبا بأسرها. وشكل ذلك بالنسبة للباحثين والمحررين والكتاب والمترجمين فرصة مضمونة للربح المادي، ليصبح بمقدور الكثير منهم كسب قوت يومهم والحصول على أموال تكفي لتلبية احتياجاتهم المعيشية اعتمادا على إحدى هذه الحرف وحدها دون الاضطرار للعمل بجانب ذلك. نشرت المدونة عن الأمومة مولي دي فرانك من ولاية كاليفورنيا الأمريكية صورة تظهر أطفالها الأربعة وهم يقرؤون جميعا بهدوء في السرير بعد 7 أشهر من قطع تواصلهم مع الوسائل التكنولوجية، وفقا لما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية. وأوضحت مولي أنها كانت قد سمحت في السابق بساعة واحدة فقط في اليوم لأطفالها ليقضوها أمام شاشات الأجهزة التكنولوجية.
لكن حتى ذلك بدأ أنه يعوق إبداع أطفالها، وهو ما دفعها إلى فرض حظر شامل، وهي الآن تحث الآباء الآخرين على فعل الشيء نفسه، موضحة أن تجربة كانت ناجحة إلى الحد الذي جعل ابنتها الآن تتخطى 5 مستويات للقراءة. وأضافت أنه منذ أشهر أوقفنا الوقت المخصص لقضائه أمام الأجهزة ذات الشاشات. لماذا؟ لأن أبنائي الأعزاء كانوا يتصرفون بغرابة. وقالت: لم أتحمل ذلك، لهذا أغلقنا كل هذه الأجهزة كليا. الأبناء احتجوا مدة دقيقة، لكن بعد ذلك تقبلنا الأمر جميعا. لم أستطع أن أصدق مدى سهولة ذلك، لقد كان الأمر كما لو أنني استعدت أطفالي حقا. وتابعت قائلة: لقد سمحنا بساعة واحدة فقط يوميا، لكن على الرغم من ذلك بدأ أن الشاشات قد كبحت إبداعهم وتسببت في قدر من الغضب وشجار والنحيب بينهم. وأضافت أنه لا يمكنني أن أوصي بنظام أفضل من هذا لإصلاح تأثير التكنولوجيا على العائلة. صحيفة الجاردين البريطانية تسرد أبرز أحداث الأسبوع من مختلف أنحاء العالم عبر مجموعة من الصور، نتابع. فن الكاريكاتير ينقل الكثير من الأفكار عبر خطوط ورسومات وألوان بسيطة متاحة للجميع، لكن أثره يظل عميقا ولزمن أطول. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا. وبهذه الرسوم المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.